وقال رئيس الحكومة إن المغرب ما زال في المرحلة الثانية من الوباء، مشددا على أن الإجراءات الاحترازية والاستباقية المختلفة مكنت من تجنب الأسوأ وعدم الوصول إلى وضعيات سيئة عاشتها دول أخرى. وأكد العثماني أو نوه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمختلف التدابير التي اتخذت من أجل مواجهة الجائحة وتخفيف تداعياتها على المواطنين. وقد مكنت الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها بلادنا منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بما فيها تدابير الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، مكنت هذه كلها وغيرها من الإجراءات من تجنب الأسوأ واحتواء البلاء الوباء والحد من انتشاره في بلادنا، وما زالت لذلك بلادنا في المرحلة الثانية من الوباء، أو ما تزال بلادنا في المرحلة الثانية من الوباء في الوقت الذي رأينا دولا أخرى انتقلت بسرعة إلى المرحلة الثالثة من انتشاره، كما أن نسبة الفتك ونسبة التعافي عرف بحمد الله تطورا إيجابيا ملموسا، وهما يجدد فينا الأمل بأن بلادنا ستنتصر في معركتها ضد هذا البلاء وضد تداعياته السلبية.